حياكم الله. اللي راح نسولف عنه اليوم موقف لشاب من محافظة الناصرية، ومن نسولف عن الناصرية معناها غيرة وكرم ووطنية وشجاعة وبطولة وبسالة. بس الموقف اللي راح نسولف عنه اليوم لشاب يشتغل عامل بلدي بالناصرية. هذا الشاب وأثناء تنظيفه لأحد المناطق لقى فتشي بالحاوية، شون اتصرف وشنو سوى؟ خلونا نشوف هذا المقطع انا وياكم ونرجع نعلق. علم اعظم دولة بالعالم، علم العراق. أوفك من جانب الوطنية، وهذا حتى ما تقول وتبالغ وتنظر، لكن لفظ الجلالة مكتوب على علم بلدك من دون كل النفايات اللي مشمورة بصف الحاوية. أنت شامر العلم بالحاوية، عجيب أمرك. أي خسة، أي دناءة، أي استهتار، شنو من بشر أنت اللي لفظ الجلالة شمرة بحاوي وكل أزبالك مشمورة بصف الحاوي؟ شنو من قذارة شايلة، وشنو من موقف بطولي لهذا الشاب اللي اسمه حيدر توفيق ثامر. حيدر توفيق ثامر شاب من الناصرية اشتغل عامل بلدي، موقف حقيقة تقشعر له الأبدان. طلع العلم من الحاوية وقبله. بس هاي لا، مو بس، تعالوا شوفوا شو نسوى حيدر. الله شفتوا، علق العلم واخذ له تحية، وهو بالبدلة اللي يرتديها لأداء عمله. هذا الإنسان الشريف الشاب صاحب هذا الموقف العفوي يستحق من بلدية الناصرية، من محافظ الناصرية، أن يستضيفه ويكرمه. وأنت العالم اللي ماخذكم الاستهتار، واللي يا أخي أنت من يجيك واحد من برا المحافظة ويشوف هذا المنظر ما تخجل من نفسك؟ من يرجع الزائر المدينة ويسولف عن الناصرية بهذا الشكل؟ اخجل شوية، حاويات موجودة، ايد الله منطيكم مكان الوحدة اثنين، زين اخشيل هاي النفايات اذبها بالحاوية. يجي هذا العامل اللي مكسور ظهره من الصبح لليل يساعدك وينظف لك مدينتك بأجور والله العظيم واحد يعني يمكن أصغر طفل عندكم يصرفها بيوم، إذا مو هيك بطلعة صغيرة لأي محل بصف. تجي أنت تكسر ظهره ليش؟ والله عيب. وإحنا هم قمنا نخجل يوميا نسولف نفس الموضوع، سالفة المفروض وياك من الصغر، من البيت، من المدرسة اللي درست بيها، النظافة من الإيمان. اي ايمان انتو شايلين؟ ولو هو يا ايمان، اذا انت العلم شامرة بالحاوية، وخلف الله على هذا الشاب اجا خلصه ورفعه بالمكان اللي يقدر عليه واخذ له تحية. واحنا من مكاننا هذا ناخذ له تحية، وندعو الجهات المعنية بمحافظة ذيقار ان تكرم هذا الشاب لهذا الموقف، لهاي الغيرة اللي شايله. تحية اجلال واكبار لكل شباب الناصرية. هذا كل اللي ردنا نسولف به اليوم. في أمان الله.